بلش تقريبا الساعة واحدة يعني واحدة ربع بطن يعني بال لا والله أنا كنت نايم بالبيت يعني فجأة سمعت صوت هائل لما طلعت إن الغبرة مع مخيم ما يبغى يشوف قدامك أبدا. يبقى صرت أتفقد الأولاد يعني أدور على أولادي وين المهم راحت الغبرة شوي لقيت الأولاد واحد هربناهن. هاكي هاي معاذ صار حرب وضرب وجت الطيارة ونهزمنا وجينا الله أضرب وجينا أخاف لا الله أضرب وضربونا ونهزمنا وما ظل خفنا على الولاد وعلى حالنا ونهزمنا وجينا. Well, due to the all the latest clashes, you know, and the war here in this area, a lot of people of the population around are going up to north. Trying to go to Turkey or at least staying in the border here and on the Syrian side. Some people, a lot of people, of course, are staying, you know, in their own towns and villages in the middle of the fighting, that the villages that they are bombed by planes or shell by artillery. And well, most of the patients we got, the wounded, the injured people, come from those villages. لا كذي ضيعت لقينا بس ما نعرف شو اسمه بعيد الدروب جينا جيش حر ونوب جيش نظامي ونوب يوقفونا هذا يوقفنا وهذه وجينا على مو عزفت يعني على طريق قشق بين هالقراية واحنا جايين والله صعبة مو ما واحد مثل بيته وبلده صعبة ما بيشي لا شغل بي قاعدين نستنى رحمة الله هالولد يشتغلون النهار يقعدون النهار من إذا ما هذا الشيء ضرب واستغط النظام الرد على بلدنا وعلى بيتنا وعلى وإذا ظل هيك ضرب وحرب بدنا نظل هنا إذا صار هنا ضرب بدنا نروح على تركيا. أخي هون شعور الأمان ما في أمان هون كل شيء في أراضي السورية ما في أمان يعني الصواريخ عم تطولك بأي مكان المدفعية عم تطولك بأي مكان ما في أمان أبدا على الأراضي السورية ما في أمان لأي إنسان كان. نرغب يعني شعوري دخولي تركيا يعني مي حلمي أنا تركيا ولا حلمي أقعد في مخيم يعني حلمي أكون في بيتي إنسان بلده ووطنه وأرضه يعني في بيته لكن مضطر أن أعيش في مخيم أو غير مخيم أو بخيمة مضطر أن أعيش في هذا الواقع يعني حالة اضطرارية مثل إنسان مجبر عم يضرب لك صواريخ سكوت يعني صواريخ سكود هاي ممكن يطول أي مخيم يطول أي بلد يطول أي عالم يطول أي ناس إن شاء الله أولاده وشوفنا قدامه يعني نرجع لبلاد نرجع لبيوتنا يعني يأمننا أكثر يعني صارت حلم عند أي إنسان من الفرين من تحت القصف يرجع لبيته يعني عسى أنها تنتهي كيف الأزمة يلا للجهاد وللابتدار